التمرين الثاني، حلل إلى جداء عوامل أولية الأعداد A B C. الأ 12، البي 50 × 12، والسي بي أس 2017. نبدأ بالأ. كما قلنا في الكتاب، تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية. ننظم الحسابات كما يلي. والطريقة: نقسم العدد على أصغر عدد أولي يكون قاسما له، ونواصل. الصفحة 11، من الكتاب المدرسي. 12 تقسيم 2 6، تقسيم 2 3. نكتب 2 × 2 × 3 2 مرتان في 3 أس 1. معناها الأ كم يساوي؟ 2 أس 2 في 3 أس 1. بالنسبة للبي، كتابته بهذا الشكل تلمح على استعمال الجواب السابق ب 50 × 12، و12 سبق تحليلها، وال50 نحللها لوحدها. تقسيم 2 تقسيم 5، 50 هي 2 × 25، 5 أس 2. إذا 50 × 12، 50 × 12 سبق تحليلها، ثم نعوض 50 بالتحليل الجديد 2 أس 1 × 5 أس 2. 2 أس 1 أس 2 معناتها أس 3، وال3 أس 1 و5 أس 2. بالنسبة للعدد سي، يستعمل الجواب السابق بي أس 2017. نستعمل التحليل السابق لبي، ثم أضيف 2017. بي أس 2017 تساوي هذا التحليل أس 2017. ثم نطبق من خواص القوى: قوة القوة 3 في 2017، 1 في 2017، 2 في 2017، 3 في 2017، 6051. 1 في 2017 كما هي، 2 في 2017 4034. هذا هو التحليل السي.